مش انا اللي اختفيت، انتوا اللي ما عدتوا رديتوا علي. ما بدكم تحكوا مع المره اللي قتلت كمال، قتلتوها، اتهمتوني وقتلتوني الي وسكتت، وهلا جايين تتهموني بما بعرف شو، ما بعرف ليش اصلا. من بعد كل هالسنين شو اللي فتق براسكم؟ جاي تقولي لي الي عم بنبش قبور؟ يلي بينبش قبور هو يلي بيفتحها. انا ما حطيت حدا بالقبر ولا بدي. كل عمري كنت عم شوفه واقف قدامي مش ميت وناطرته كل الوقت، ولو دقيقة وحدة يتطلع بعيوني ويقول لي قتلتيني بقبل وبختفي وبخلي ضميري يكلني على يلي عملته فيه وعم بعترف فيه. بس شوفه مرة لحم ودم، عيونه راضين ويكمل حياته مرتاح، مش جدتي عايشة براسي وميتة براس الباقيين. شو عم تحكيني هالحكي؟ ما بكفي اللي مرقنا فيه نحن ونفتش عليه؟ تحت الشتاء، تحت التلج، تحت التراب، لنلاقي عظمة من عظماته؟ وهلأ لما مبينه؟ ما بين شي. تذكرتي ياخد على خاطرك؟ حرام عليك تحكي معي هيك، وانت عارفة انه انا من الاساس ما بدي شي. صار بدك تنتفضي لزوجك لرزقاته؟ وعم تحمليني ضميري لانه عم بحكي عن خيي انا؟ خيي؟ خيك ايه؟ جوزي. كيف ممكن يخطر على بالك انه انا ممكن زور او غش؟ وغش مين؟ انتو؟ اهل جوزي؟ اهلي؟ وعلى شو؟ مشان اشي انا بالاصل ما بدي اياها ولا سألت عنها؟ بالعكس كنت مبسوطة انه في مين رح يهتم فيهم، رح يهتم بالاشياء يلي بحبها كمال. طلعي فيي نهاد، طلعي فيي وقولي لي انك مصدقة انه ممكن اعمل هيك شيء. عملت اللي ما بينعمل مع كمال، ليش ما بدك تعمليها؟ خلص نهاد خلص، بحياتي ما ارتحت بيلي عملته مع جوزي بولا لحظة. حسيت انه ممكن اعوض الغلطة اللي ارتكبتها تجاهه، مشان هيك كان بدي اياكم بعده طيب. شوفوا اتطلع بعيونه وقل له ما تسمحني، اوعى، انا اللي ما بستاهلك، ولو في مشنقة انا اللي بعلق حالي وما بنطر حدا يعدمني. تعبت، ما لي جديدة هالحديث، بدي فل. اذا بدك شي مني احكيني، وانت مرت خيي، انا ما سكرت بوجه حدا. لحظة ستنا هذا قبل ما تمشي، من اليوم بالرايح إذا في حال حدا بده شيء بيحكي معي. متر بترجاك يا ست نهال، هيدا قرار القاضي والتنفيذ بكرة. حبيت خبرك على بكير لتشوف شو بدك تعملي مع موظفينك وتسهلي لهم الأمور. هلأ صار فينا نمشي ست نهال. لا أنا رح أمشي، أنت خليك فسر لها لميرة، رح أقول لها تعرف إنه الغلطة اللي عملتها ما حدا اخترعها. هيدا امضائك. لا ست نهاد بتعزك كتير، لو ما هيك ما في شي جبرني فرجيك شي. يمكن لا يمكن ولا غير يمكن، هيدا اسمه تزوير وتفويض على احتيال. هيدا تما قال لك سرقه. وقتك مضيعة، ما عم بفهم شو عم بيصير حوالي. حتى لا القانون ما بيحمي المخفلين. خلص اللي ما عم بفهمه كيف القانون بيحمي ناس مثلك. اللوحات اللي حكي عنهم كنت عارفة انه ملك بيو لا كمال؟ ولا شوي، كنت بعرف انه موجودين عنا بالبيت وكمان مش مخبرني عنهم شي، حتى اني مش فايقت لهم. ولو كل لوحة حقها بلوي، ليه اصلا كيف قدرت تجيب المصاري لحتى ترممي وتجدد المطعم؟ والوراق اللي معك بأكتو قدي طلعت المصاري حتى تقدر تتصرفي، وللأسف بعتي شي منه لقالك وساعبك بوقت حظ انه اللي كانوا لقالهم هن ما كانوا عارفين فيهم مش انت.
مستحيل اتصرف بشي كمال بحبه، ولا ممكن يكون مضيت. بس مضيتي مضيتي وبعتيهم لشخص ولما بيعهم جاب لك حقهم. لا بس فضل ما بقى نحكي بالموضوع ميرا، خلي الحكي لبعدين بالمحاكم. اوعى تفكر انه رح ننزل على المطعم بسهوله. ان شاء الله. اللي انا شو بدي بسهوله بصعوبه مش مهم، بكون بوقت المطعم رجع لاصحابه، ومن هلا لوقتها نتسلى بكره بالشمع الاحمر.